محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكرار الأسئلة أمس والأحد والرب عن الضربة الصاروخية التي استهدفنا من خلالها مواقع النظام في مدينة دمشق العاصمة، وبناء على ذلك أنا حضرت هنا للإجابة على أسئلتكم خلال 10 دقائق ونجو باختصار مدير مكتب الهيئة السورية للأدب. بنهاية الشهر التاسع السنة الماضية حصلت مجازر كثير، ولحتى اليوم في مجازر بحموريا، مجازر بدوما، بأكثر من منطقة. ليش الاستهداف بهالتوقيت مع مؤتمر موسكو ومع مؤتمر القاهرة؟ هل هو لإثبات أن جيش الإسلام موجود على الأرض؟ السؤال الثاني، الصواريخ اللي استهدفت دمشق هي صواريخ محلية صنع، هل هي دقيقة الأهداف؟ وهل هي ستحقق حماية للمدنيين؟ هل ستصيب أهداف مدنية؟ نعم، أولا لا علاقة بعملنا بمؤتمر موسكو ولا بمؤتمر موسكو، ولا نهتم بهذه الأشياء التي نعتبر أنها مؤامرات ضد أمتنا. هذا رقم واحد. وأنا أصلا ما أعتقد أنه في مؤتمر موسكو،